ذاتي التكاليف والضرائب، وبالنسبة للمساغ الصناعي مادة تقنية الرسم المعماري. وزي ما عودناكم دائما في برنامج بيتنا بنشارك كل أفراد الأسرة السودانية وكل الفئات العمرية مناسباتهم وفعالياتهم. خصصنا الليلة الحلقة لمادتي الأحياء مادتي الأحياء ومادة العلوم الهندسية، وحنبدأ بمادة العلوم الهندسية مع الأستاذ فتح الرحمن خميس عبد الله. تابعونا من خلال حلقة اليوم من برنامج بيتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا اليوم أن نقدم نماذج من امتحان الشهادة السودانية 2019 في مادة العلوم الهندسية. بنحاول نقوم نعالج بعض المشكلات اللي موجودة في المادة، وبنتطرق لشكل النماذج بتاعت أسئلة الامتحان. ممكن تقوم تجينا بأي طريقة ونقوم نجاوب عليها بأي طريقة. عندنا الجزئيتين، أظن الطلبة اللي قاعدين يعملوا أو بتعمل للطلبة عدة مشاكل. اللي عندنا درس في المدنية يسمى تحليل الجملون، والدرس الآخر مربوط برضو ضمن الهندسة المدنية اللي هي درس بتاع جهاز بتاع قياس ضغط اللي هو المانو ميتر. أنا قصدت أبدأ مراجعتي بالجزئيتين ديل عشان أي طالب موجود معانا يقوم يطمئن إنه الجزئيتين ديل أبسط مما يتصور هو مما يصور الطالب. طيب، إذا قمت أخذت نماذج بتاع التحليل بتاع جملو، شكل الامتحان بيقوم بيجينا المثال اللي هو مثلا جد القوة المؤثرة في الأعضاء إكس واي في الجملون الموضح أدنى. أنا الأستاذ درسني قام قال لي يا أخي لو الجملون ما متزن وما محدث سكونيا أنا ما أقدر أقوم أحلله، بجي بطبق في المعادلة اللي بتقول لي يا أخي إنه ضاد زائد راء مفروض تساوي لي اثنين طاء. اذا مسكت ضاد في الشكل بلقى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، اللي هي بجي بعوض اللي هي ضاد بيه سبعة، زايد اللي هي اذا قمت عينت ليرة عندي هنا دعامة مفصلية، انا عارف انه فيها ردين فعل، عندي دعامة دحروج فيها رد فعل واحد اللي هو معناته مجموعة من الاثنين ثلاثة، بيبقى بيساوي لي اثنين. إذا قمت أخذت طب ألقى عدد العقد أو الروابط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي هي اثنين مضروب في خمسة. إذا جمعت بين الاثنين بلقى عشرة بيساوي العشرة، إذا الجملون متزن ومحدد. الخطوة الأخرى نقوم نتم حساب رد الفعل الخارجي اللي هو انا عندي علاقه بتقول انه مج غ س بتساوي لنا صفر، معنى انه مجموع مركبات القوه في المحور السيني بتساوي صفر. طوالي بيبقى عندي اذا رد الفعل ثلاثه مفروض يساوي لنا صفر. ليه؟ لانه عندي ر ثلاثة ما عندي اي قوة عاملة في الاتجاه الافقي. بجي للاتجاه الراسي اللي هو المحور الصادي، اذا مسكت اللي هي انه مج غ ص ساوت لي صفر، طوالي بتبقى عندي اذا ر واحد زائد ر اثنين مفروض تساوي لي 15، ودي بتبقى المعادلة واحد. بمعنى اللي هي اذا قمت عينت ر واحد من اسفل لاعلى، عينت ر اثنين من اسفل لاعلى، بتساوي لي اربعة زائد ستة زائد خمسة، بقى لكل فعل
رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. يلا بعد ما اجي بيشتغل شغل بتاع عزوم عادي، قوم اخذ العزوم في اي نقطه من النقطتين. انا هنا قاعد اقول باخذ العزوم حول رتن، وانا درسوني انه اي عزم في الدنيا بيساوي لي قوه مضروبه في مسافه. بمعنى طوالي اذا مسكت را واحد بلقى را واحد مضروب في 8. ليه عملت بالموجب؟ لانه مع عكس اتجاه عقارب الساعه. بجي بمسك السته، اذا ضغطت بيه الاتجاه ده بلقى ما شلي مع عقارب الساعه، ناقص 6 مضروبه في 6. بتقوم تقول لي يا طالب يا اخي السته الثانيه دي جبتها من وين المسافه؟ بقول لك اسقطنا القوه العموديه اللي هي 6 كيلو نيوتن، المسافه 4 متر اتقسمت على مسافتين. هنا باليمين 2 باليسار 2، بقت 2 زائد 4 لانه انت ماخذ العزوم في رتنه. عشان كده بقت لي طوالي 6 مضروبه في 6 ناقص 5 مضروبه لي في 4 ناقص 4 اكيد مضروبه في 2. الكلام ده كله مفروض يساوي لك شنو؟ 0. لانه انا عندي قاعده بتاعت عزوم بتقول انه مجموع مركبات القوه في الاتجاه الراسي بتساوي لنا 0. تعال نضرب عادي، را واحد في 8 ب 8 را واحد بتساوي 6 في 6 ب 36 زائد 5 في 4 ب 20 زائد 4 في 2 ب 8. معناته 8 را واحد اذا جمعت مجموع ديل بيديك 64. بقسم على معامل را واحد هنا على 8 وهنا على 8، بتبقى اذا را واحد بتساوي 8 كيلو نيوتن. جبت القيمه بتاعت را واحد. دار اجيب القيمه بتاعت را 2، اكيد انا عندي معادله هنا. انا جبت قيمه را واحد وبقى عندي را واحد زائد 2 بيساوي 15، معناته عندي مجهول واحد اللي هو را 2. طوالي بالتعويض في واحد بتبقى اذا را 2 بتساوي لي 15 ناقص 8 بتساوي 7 كيلو نيوتن. جبت قيمة رد الفعل بتاع را واحد ورا 2. الزول ده ما سألني قال لي حلل الجملون كامل، قال لي يا طالب يا اخي او يا باش مهندس قوم حلل لي القوة في العضو واي والعضو اكس. بجي برسم الرابطة اللي فيها العضو واي والعضو اكس، يا هذه ارسمها زي ما هي ما تغير فيها ولا حاجه. بيبقى عندك هنا ده العضو واي، فرضت له قوه شد لانه قال نفرض ان القوه قوه شد، وهنا عندي العضو اكس، وطوالي معاه هنا عندي زاويه مقدارها 60 درجه. عندي العضو اكس مايل، وانا قمت جبت رد الفعل هنا اللي هو قمت جبته ب 7 اللي هي قيمه را 2. بجي بسقط عمود هنا كده. ليه اسقطت عمود؟ عشان اقوم احلل العضو المايل اكس لمركباته الاثنين اللي هي الراسيه والافقيه. اذا جيت حللته في الاتجاه الراسي بيبقى عندي طوالي قاف اكس جيب 60. اذا قمت حللته في الاتجاه الافقي بيبقى عندي قاف اكس جتا 60. بيبقى العضو اكس المايل تلغيه طوالي، بقى ما في، بقى عندك مركبتين، واحدة أفقية وواحدة رأسية. بجي بحلل الرأسية عشان أجيب القوة في العضو إكس، طوالي بتبقى عندي قاف إكس جيب جيب 60 طوالي زايد 7، الكلام ده المفروض يساوي لنا 0. ليه أنا جمعتهم؟ لأنه محصلة في نفس الاتجاه. عشان كده الاشاره بتاعتهم لازم كلها بتكون بالزايد. شغل بتاع رياضيات عادي بيبقى قاف اكس مفروض تساوي لي سالب 7 على 9 على 10. في زول بيقول لي يا فتح الرحمن يا اخي جبت سالب 9 على 10 دي جبتها من وين؟ بقول لك يا حبيبي يا اخي انه دي جيب 5 جيب 60. يتعامل معاه جذر 3 على 2 يتعامل معاه انه هو 9 على 10.
يلا بيبقى بيساوي العشرة مقام مقام بتبقى لي بسط بيبقى بيساوي لي سالب 70 على 9 كيلو نيوتن. القوة دي لو قمت عينت ليها قامت جاتك بالسالب، معنات القوة المؤثرة في العضو اكس قوة بتاع الضغط. ليه؟ لانه انا عارف ان القوة اذا كانت قوة سالبة قوة الضغط، واذا كانت قوة موجبة قوة بتاع شد. يلا القوة في العضو واي انا ما داير اجيبها، دايرك تشتغل انت تمرين. قوم ارسم لي الرسمة دي زي ما هي، بتبقى انا بديك فكرة العامة اللي هو بتبقى القوة في العضو واي زائد القوة في العضو اكس جتها 60، هل في الاتجاه الافقي ثاني عندي اي قوة؟ اكيد بتقول لي لا. بقول لك اذا معنى الكلام ده بيساوي لنا صفر. يلا ما دام ما ساوى الصفر انت ما بقى قيمة اكس عندك موجودة، يا هدي جبتها بكم؟ بسالب 70 على 9، معناته يبقى قاف واي ناقص 70 على 9 مضروب في 5 على 10، ال 5 على 10 دي شنو يا استاذ؟ دي جتها 60. يدعم معاه نص، يدعم معاه انه هي 5 على 10. اظنه لو قمت انت عينت للجملون ده كله ممكن تجيب القوه في اعضائه بنفس الطريقه دي بالتسلسل البسيط ده، يعني ما فيه اي حاجه زياده ولا نقيصه. يلا انا داير اجي انتقل لجزئيه ثانيه اللي هو حاجه الناس برضو قاعد تعمل لهم مشاكل، حاجه اسمها المانوميتر. اذا قمت اخذت المانوميتر ده كتعريف، قام عرفوا لي قال لي هو جهاز يستخدم لقياس الضغوط المنخفضه والمرتفعه للموائع. ما قال يعني اذا قام اخذ الباروميتر بيقوم بيقول لي الضغط الجوي، واذا اخذ البيزوميتر بيقوم بيقول لي قياس الضغوط المنخفضه للسوائل. وانت بتكون عارف ليه هناك قال الضغط الجوي وهنا ليه قال الضغوط المنخفضه للسوائل. المانوميتر عشان اجي اتعامل معاه انا كمثال، انا قاعد اتعامل مع اي مانوميتر في الدنيا من العلاقه اللي موجوده قدامي دي اللي هو الضغط في الف زائد او ناقص ث واحد في ر واحد في د بيساوي الضغط في ب زائد او ناقص ث اثنين مضروب في ر اثنين مضروب في د. دي العلاقه بتاعتي اللي انا بتعامل بها، هذه تكون حافظ بأي مانوميتر دار تحله بتحله من العلاقه دي. في زول بيقول لي يا استاذ يا اخي في الكتاب مكتوب اشاره زائد، بقول لك جدا انا ما عندي في الكتاب ذاته عندي اشكال بتاعت مانوميتر معكوسه، معناته ما دام المانوميتر معكوس معناته حركه الضغط بتاعتي من اسفل لاعلى، ما دام حركه الضغط من اسفل لاعلى اكيد الاشاره بتاعتها بالسالب، عشان كده انا كتبت لك هنا زائد او ناقص. هنا انا المانوميتر بتاعي قاعد في الوضع الطبيعي، قمت عشان كده الاشاره الاولى بتاعته بتتاخذ بالزائد لانه بتبقى حركه الضغط في العمود الاول من اعلى الى اسفل، وحركه الضغط في العمود الايمن ايضا من اعلى الى اسفل. يلا تعالوا نجي نعوض في الحاجه دي، تعالوا نجي نقوم نقول له يا اخي انه الضغط في الف زائد، اذا قمت اخذت الماي على الاول ده ماء، وانت لو عينت لي في المثال هنا انا ما كتبت لك قلت لك كثافه الماء كم، لكن انت اوريدي كثافه الماء درست انه هي قيمه ثابته بتساوي لك 1000 كيلو جرام على متر تقعيد. تعال عوضها زي ما هي اللي هي بتبقى لك ب 1000 مضروب في الارتفاع، اذا قمت اخذت الارتفاع بتلقاه 1.5 من 10. الكلام ده كله بضربه في العجله ليه؟ عشان احول لقيمه وزن نوعي، عشان كده بيقى لي 1000 مضروب في 1.5 من 10 مضروب في 10. في زول بيقول لي يا اخي العجله ممكن تكون 9.81، بقول لك اذا ما اداك لي عوضها لينا ب 10 متر على الثانيه تربيع. يلا لو قمنا عينا، انا قمت اخذت المانوميتر ده قسمته كده لاثنين، لو عينت للعمود الايسر ده غير الموية وارتفاعه 1.5 من 10 اتضربت من الاثنين في العجلة، العمود الايسر ما فيه حاجة تانية.
دار انتقل للعمود الايمن. عشان انتقل للساقة اليمنى بنتقل باشارة يساوي. اول ما قلت اشارة يساوي بجي بقوم بقول له والضغط في باء زايد. المايع الاول برضو لقيته موية. الكثافة بتاعت الموية اللي هي ب1000 مضروب في ارتفاعه. ما يمكن بيستنتجوا ببساطة جدا. اداني الارتفاع العام هنا 8 من 10. بقوم بشيل منه 3 من 10. اذا ارتفاع الموية بقلي ب5 من 10. معناته مضروب في 5 من 10. مضروب في العجلة اللي هي ب10. يلا كلنا انا ومعاكم اعزائي الطلاب وصلنا في المانوميتر ده النقطة دي. من النقطة دي انا برضو لقيت حركة الضغط من اعلى لاسفل. طوالي بجي باشارة زايد تاني. المايع عن هنا جنسه زيبق. كثافة الزيبق انا عارفها بتساوي لي 13600. مضروب في الارتفاع بتاع اللي هو 3 من 10. مضروب في العجلة اللي هي ب10. لو قمت عينت للمانوميتر خلاص. هنا عندنا في الساقة اليمنى في عمودين، واحد فيه ماء في واحد فيه زيبق. عينت للساقة اليسرى عمود فيه ماء. داير اجي اقوم اجيب، ما هو قال لي جيت فرق الضغط. عاين داير فرق الضغط بين النقطتين الف وباء. معنات العلاقه بتاعتي بتبقى انه ضاد الف ناقص ضاد باء بتساوي. اول ما اقول ما ضاد باء هنا كانت بالموجب، وديت الاتجاه الثاني مشت لي بالسالب، عشان كده بقى الضغط في الف ناقص الضغط في باء بيساوي. اذا ضاد باء بتساوي، اول ما اقول ما ضاد به هنا كانت بالموجب، وديت الاتجاه الثاني مشت لي بالسالب، عشان كده بقى الضغط في الف ناقص الضغط في باء بيساوي. اذا ضربت العشرة في 1.5 ب15، ال 15 في 1000 اللي هي بتبقى لي ب15000، واشارتها طوالي بتبقى بالسالب. اشارتها طوالي بتبقى لي بالسالب. ليه اشارتها بقت بالسالب؟ لانه انا دار اجيب الاتجاه الاخر. دار اجي الم مع المعادلات بتاعت الساقه اليمنى. يلا بجي بعدها بضرب عادي. 10 في 5 من 10 ب 5 اللي هي 5 في 1000 زائد 5000 زائد بجي بضرب 3 او 10 في 3 من 10 ب 3 بجي بضرب ال 3 في 13600 اللي هي 0 و0. 3 في 6 ب 18 8 ومعانا الواحد. 3 في 3 ب 10 ب 9 9 و1 10 0 معانا الواحد. ال 3 في 1 ب 3 1 4. يلا بتبقى ضاد الف ناقص ضاد باء بتساوي. اذا جمعت دي بجي بجمعها عادي، تجي تجمع 40800 تجي تجمع لي 5000 عادي، عشان ما تقول لي انا ما وريتك. اللي هي هنا 0 هنا 0 هنا 8 هنا 5 هنا 4. 40800 انا ممكن اجمع لك طوال اقول لك 45800، لكن دار تجمع خط الرقمين تحت بعض. خط الرقمين تحت بعض اللي هي بتديك اللي هي موجب 45800 ناقص 15000 اللي هي طوالي بتبقى بتساوي لك 30800. وطوالي تميز لنا تقول لنا نيوتن على متر تربيع. اذا فرق الضغط بين النقطتين الف وباء في المانوميتر ده اللي هي 30800 نيوتن على متر تقعي. الحاجه دي انا بقوم بتعامل بيها مع اي مساله بتاعت مانوميتر. عندي في زول بيسالني فيكم سؤال بيقول لي يا استاذ طيب يا اخي ما في مانوميتر الطرف بتاعته واحده مفتوحه للضغط الجوي. بقول لك يا اخي طوالي طبق فيه نفس القانون، لكنه كنت تجي تطبق في ضاد باء بتعوضها بصفر، لان انا عندي معلومه بتقول انه المانوميتر الطرف مفتوح على الضغط الجوي مع المفتوح ده الضغط فيه بيساوي لنا صفر. دي معلومه انا بكون عارفها. يلا اذا جيت مشيت لقدام شويه
في المدنية، خلونا بعد ما دام ما بدينا مدنية نكمل المدنية وبعدك نشوف بقية الأبواب طريقة الأزمة ممكن تقوم تجينا فيها كيف. في المدنية أنا قمت كتبت لك مثال كده، قمت قلت لك يا أخي تبين، اللي هي تبين الأحمال الموضحة أدنى أو تؤثر. هنا الكلمة هي تبقى أصح تؤثر الأحمال الموضحة أدنى على عارض منتظم جد ألف رد الفعل في الساندين ب أرسم مخطط قوة الغص. وقمت أنا وإنت كلنا لقينا العارض عامل كده، لقينا العارض شكله مقسم لنا كده. طيب كم قال لي دي رتنين؟ قام قال لي يا اخي دي 5 من 10 متر، هنا 5 من 10 متر، هنا اداني قوة 20 كيلو نيوتن، قال لي دي 1 متر، هنا 2 متر، هنا 1 متر، قام قال لي ده رد الفعل 1، هنا اداني قوة 10 كيلو نيوتن، هنا اداني قوة 20 كيلو نيوتن، هنا اداني قوة 10 كيلو نيوتن. دار احسب رد الفعل، باجي بحسب رد الفعل هنا اذا جيت هنا للحال اللي هي في الف، ما انا عارف انه مد غاب سين بتساوي لي 0، طوالي بتبقى عندي ر 3 بتساوي لنا 0. خدناه في الاتجاه الافقي، دايرين نجي ناخده في الاتجاه الراسي اللي هي بتبقى عندي مد غاب صاد ايضا بتساوي لنا 0، طوالي بتبقى عندي اذا ر 1 زائد ر 2 بتساوي لي، قوم خد بالك معي هنا اللي هو اذا قمت اخذت ر 1 وال20 وال2 كلهم قوه مؤثره من اسفل لاعلى، اذا مسكت ال10 وال20 وال10 قوه مؤثره من اعلى الى اسفل. معناتها انا ما عارف جبال قلت انه لكل فعل رد فعل، معناتها القوه العامله من اعلى لاسفل مفروض تساوي من اسفل الى اعلى. لو جمعنا من اعلى لاسفل اللي هي 10 و20 و10 بنلقى 40، واذا اخذنا من اسفل لاعلى اللي هي ر1 وال20 وال2 معناتها بجمع ر1 زائد 20 زائد ر2 بتساوي 40. انا دار اودي ال20 الاتجاه الثاني تمشي لي باشاره سالبه، عشان كده طوالي بتبقى ر1 زائد ر2 بتساوي 20، وبتبقى عندي دي معادله 1. ال20 جات من وين؟ اللي هي ال40 دي ناقصه ال20 دي، عشان كده بقت ر1 زائد ر2 بتساوي لنا 20. يلا باخذ العزوم حول ر2، باخذ العزوم حول ر2 اللي هي طوالي بتبقى عندي ر1 مضروبة في 5، يا هذه 5 1 و2 1 و5 من 10 و5 من 10، عشان كده بقت ر1 مضروبة في 5 ناقص 10
مضروب لي في 4 ناقص 20 مضروبة في 2 ناقص 10 مضروبة في 5 زائد 20 مضروبة في 1. الكلام ده كله مفروض يساوي لنا 0. ليه؟ لأنه مجموع مركبات القوى الرأسية بيساوي 0. إذا جيت ر 1 في 5 اللي هي ب 5 ر 1 بتساوي، أول ما أقول بيساوي دار أودي دين الاتجاه الثاني يمشوا عكس إشارتهم، البسالب تمشي بالموجب والبالموجب تمشي بالسالب. 10 في 4 ب 40 زائد 20 في 2 ب 40 زائد 10 في 5 من 10 ب 5 ناقص 20 في 1 ب 20. معناته طوالي 5 ر 1 40 و40 و5 85، 85 ناقص 20 باقي لي 65. بجي بقسم هنا على 5، بجي بقسم هنا على 5، بتبقى اذا ر 1 بتساوي لي 13 كيلو نيوتن. جبت قيمه ر 1. يلا ما دام انا عندي المعادله الاولى دي من السهل جدا انه اجيب قيمه ر 2. طوالي بتبقى اذا ر 2 بتساوي لي 20 ناقص 13 بتساوي لي 7 كيلو نيوتن. كده جاوبت على السؤال يا تو الف، جيت رد الفعل، قمت لقيت رد الفعل الاول ب 13، رد الفعل الثاني ب 7، قام ربط لي الجزئيه دي طوالي، لانه لو ديل جوني خطا اكيد الرسمه بتاعت قوى الغصب تجيني خطا، قام قال لي ارسم مخطط قوى الغصب. يلا تعالوا كلنا نرسم مخطط قوى الغاز يا اخوان، ما موضوع صعب نهائي. يعني موضوع بيقول لك يا اخي عندك خط اسمه خط الاسناد والخط الصفري، يا هذا وانا قاعد اقول لاي واحد فيكم يا اخي الخط ده صفر، الله يرضى عليك بالرياضيات، اي رقم من فوق للصفر اكيد الرقم ده موجب يعني، واي رقم تحت الصفر اكيد الرقم ده سالب. يلا تعالوا جينا مسكناها واحدة واحدة. أنا قاعد أقول عشان ما تنسى لك قوة، تعال من أي قوة طالعة ولا نازلة نزل لك نقاط متقطعة عشان ما تنسى واحدة. يعني الكلام ده ما 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 ما, ما شرط، لكن أنا قاعد أعمله ليه؟ عشان ما أنسى أي قوة موجودة عندي في العارض. يلا قمت أتأكدت إنه أنا أي قوة عملت لي خط متقطع. بجي بمسك ر 2 جبتها ب 7 ور 1 جبتها ب 13، بجي بكتبهم. يلا انا عندي قاعده بتقول يا اخي انه قوى الغصب دي عمليه تقديريه، معناته يلا انا لقيت اول سهم يا هذا ولقيته طالع الى اعلى مسافه 7، جيت غدرت 7 مثلا، قمت غدرت هنا كده، ده تقدير من عندي سهل، قلت دي 7 وطوالي بيجي بكتب فوق ليه هنا موجب 7. يلا جينا وصلنا للسهم الثاني ده. السهم الثاني لقينا القوة بتاعته 10 ونازلة لأسفل، يا أخي أنا عندي من هنا لحد هنا 7. يا هادي عشان تتم العشرة أكيد بتنزل تحت 3، والثلاثة ما دام ما نزلت أسفل الصفر أكيد بتبقى عندك سالب 3. قمنا مشينا الاتجاه ده. لقينا السهم ده اللي هو طالع 20، عندي هنا يا اخي سالب 3، يا هادي عشان تتم ال 20 دايره لك 17، جيت غدرت قلت يا اخي دي موجب 17، والكلام ده بالمصدر يا اخوانا، هنا دي موجب 17. جيت مشيت الاتجاه ده اصطدمت بالقوه دي نازله 20، عندي هنا 17 عشان تتم ال 20 اكيد دايره 3، والثلاثة ما دام ما تحد يلا قدر دي معناتها سالب 3. يلا هنا قمنا جينا عايل ليه القوة العشرة كيلو نيوتن اصطدمت مع السالب 3 بعد الصفر، طوالي شباب بتقوم تنزل القيمة بتاعتها كاملة، بتقوم تنزل عمود سالب 10، اتذكر كلامي ده كويس، بتنزل عمود سالب 10. ليه؟ عشان يبقى العمود ده سالب 3 والعمود ده سالب 10، اذا جمعتهم الاثنين اكيد بيدوني سالب 13. يلا ما دام ما سالب 13 يا هدينا، جيت كتبت هنا سالب 13. يلا
ما دام هنا سالب 13 جيت على انت للسهم الاخير لقيته طالع اللي فوق 13 جيت وصلته. لو قمت على انت بتلقى قفل مع الصفر، وانا اي وقت بقوم بقول قوة الغاز لازم تبدا في صفر وتنتهي في صفر. لو ما بدت لك في صفر وانتهت في صفر قوم اتاكد انه كلامك ده خطا، راجع رد الفعل. انه كلامك ده خطا تراجع لنا رد الفعل. يلا بعد ذاك نجي نظلل تظليل عمودي. والمصدر الكلام ده كله يا اخوانا انا ده لانه راجل كبرت وخرفت بظلل بيدي، لكن انت تظلل بالمسطره. انت تظلل لنا بالمسطره، وبين الخط والخط خل يعني ما شرط يكون متساويات، لكن يكون قريبات بعض. يكون قريبات بعض. يلا في سؤال ثاني هنا بنقوم نسالك ليه، يعني بعد ترسم المخطط وتتعب وتجيب رد الفعل بنقول لك ما قيمه اكبر غص. اول ما قمنا سالناك قلنا لك ما قيمة أكبر غص، ما عليك إلا تشوف أكبر رقم موجود في المخطط هو قيمة أكبر غص. يلا هنا ده أنا ما بقوم بقوله، أنت قوم وريني يا عزيزي الطالب إنه قيمة أكبر غص في الشكل ده كم. ولا أشففكم يا أخي كم ما خاف الكذب، والله 17 أكيد 17، لأنه أكبر رقم موجود في المخطط اللي هو موجب 17. وفي زول في ناس قاعدين يسالوني يقول لي يا اخي اذا بالسالب او بالموجب، انا قاعد اجاوب اقول قيمه مطلقه. انا قاعد اجاوب اقول قيمه مطلقه. دي الجزئيات بتاعت المدنيه الممكن تقوم مكرره في امتحانات الشهاده السودانيه والحاجات اللي عندهم فيها مشاكل في الجزئيه بتاعت الهندسه المدنيه. اذا جيت انتقلت لجزئيه ثانيه، إذا جيت انتقلت لجزئية ثانية اللي هو خلونا نمسح السبورة، يقوم طالب فيكم يمسح السبورة دي. بخلي لكم المسألة الأخيرة لانه الناس لسه بتكون ما كتبتها، لكن سريع لانه انا عندي زي 5 دقائق وبعدها بقوم بمسح السبوره دي انا متاكد. طيب انا داري انتقل للجزئية بتاعت الهندسة الكهربائية، واللي هو الهندسة الكهربائية كباب. في ناس قاعدين يقول لي يا أستاذ يا أخي باب الكهرباء صعب. أنا قاعد أجاوب ببساطة جدا أقول باب الكهرباء ما صعب، لكن باب الكهرباء شباب القوانين بتاعته كتير. القوانين بتاعته كلها ممكن تقوم تشبه لك بعض. لو أنت زول ما ركزت كويس أنا متأكد ممكن تحل مسألة بقانون ما حقها، لأن أغلب المسائل بتاعته بنلقاها مربوطة مع بعض. إذا قمنا أخذنا نماذج بتاعت مسائل اللي هو المكررة، قمنا كتبنا مثال كده، قمنا قلنا يا أخي مولد تيار مستمر مواصفاته كالآتي. قمت قلت عدد الأقطاب 6، الفيض المغناطيسي مثلا كان 40 ملي وبر، السرعة 1500 لفة على الدقيقة، به 400
موصل جد ألف غاف دال كاف للموصل الواحد ب غاف دال كاف في اللف الموجي جيم غاف دال كاف في اللف المتداخل. قام كتب لي مزالة زي دي وقام قال لي يا اخي حل المزالة دي. هنا طوالي بجي في الحل وانا مسائل الكهرباء دائما قاعد اقول للطالب يا اخي طلع فيها معطياتك. اول ما طلعت معطيات المسألة والله والله لو القانون ناسيه تتذكره تعالوا نطلع. قام قال لي عدد الاقطاب 6 معناته ازواج الاقطاب انا درسوني قال لي بتساوي عدد الاقطاب على 2 بيبقى بيساوي 3. الفيض المغناطيسي معناته فاي بتساوي لي 40 مضروب في 10 اس سالب 3. في زول بقول لي يا استاذ 10 اس سالب 3 جات من وين؟ بقوم بقول لك لانه قال لك ملي وبر اللي هو الملي انا عارفه بيساوي لي 10 اس سالب 3 ممكن تساوي لي 40 على 1000. اذا شلنا الصفر مع الصفر بتبقى لي 4 على 100 وتمييزه بيتحول ل وبر. الألف جات من وين؟ 10 اس سالب 3 نزلناها تحت بقت لنا 10 اس 3 بقت لنا 1000. إذا مشيت قال لي السرعة معناتها را بتساوي لي 1500 بجي بقسم على 60 عشان تتحول لكلمة لفة على الثانية. ما أنا ما داير لفة على دقيقة، داير كلمة لفة على الثانية. يلا إذا جيت مشيت قال داير ألف غاف دال كاف للموصل الواحد. طوالي في ألف ما انا عارف القانون قاعد يقول لي انه يا بتساوي لي 2 فاي را زين وانا قاعد اقول للزول يا اخي 2 فاي رز يعني احفظها بالاكل ده ما في زول بينساه اللي هي يا بتساوي لك 2 فاي رز. يلا بجي بعوض اللي هي يا بتساوي 2 مضروبه بشوف قيمه باي اللي هي 4 على 100 بجي بشوف قيمه را اللي هي 1500 على 60 بجي بشوف القيمة بتاع الزاي اللي هي بيه 3. تعالوا نختصر كلنا مع بعض، تعالوا نشيل الصفرين دي مع الصفرين دي. هنا على 15 فيها الواحد و60 على 15 فيها الأربعة، الأربعة مع الأربعة انتهت، بضرت لي اللي هي 2 في 6 طوالي معناتها غاف دال كاف للموصل الواحد المقدار بتاع 6 فولت. جبنا في ب قام قال لك يا اخي جد لينا غاف دال كاف في حاله اللف الموجي. طوالي تعال اكتب القانون انه يا بتساوي 2 فاي روس في صاد على 2. في الكتاب مكتوب في صاد على الف اوكي، لكن انا عارف انه في اللف الموجي انا بقسم على قيمه 2 قيمه ثابته لانه في اللف الموجي عند المجاري المغناطيسيه مجريين ما بيتغير، عشان كده انا قاعد اقول في اللف الموجي دائما عوض 2 فاي روس في صاد على 2. يلا بتبقى بتساوي يا بتساوي في طالب مستهبل يجي يمسك اخدم ما جبته انت متعب رقبتك كثير في شنو؟ مش 2 فاي روس جبته هنا ب 6 فولت؟ ليه ثاني تتعب نفسك تكتب ديل كلهم ثاني من جديد؟ تعال يا اخي اكتب هنا 6 مضروبه في صاد اللي هي انا اذا جيت طلعت هنا في المعطيات اللي هو انا نسيتها قبل بتبقى لي ب 400 يا هادي لانه قال لي في 400 موصل. 6 مضروبه في 400 مقسوم على 2 على 2 فيها الواحد على 2 فيها الثلاثه بتبقى بتساوي 0 0 3 ب 4 ب 12 معناته في حاله اللف الموجي بتديني كهرباء مقدارها 1200 فولت. ده في حاله اللف ياتو الموجي. دار اجيبها في حاله اللف المتداخل طوالي في جيم انا عارف القانون بقول انه يا بتساوي 2 فاي روس في صاد على الف. طوالي بجي بعوض يا بتساوي 2 فاي روس زي ما جبناه قبل ب 6
مضروبة في صاد بأربعمية مقسوم على ستة. في زول بيقوم بينط فوق يقول لي يا أستاذ الستة دي جبتها من وين؟ بقول لك يا أخي أنا والله درستك قلت لك يا أخي في حالة اللفة المتداخل إنه ألف دي بتساوي عدد الأخطاب. بقول لك إنه ألف دي بتساوي عدد الأخطاب، وهنا لو قمت قريت في المسألة عدد الأخطاب ستة، معناته الفرق ما بين اللف الموجي واللف المتداخل في مقدار ألف. في اللف الموجي ألف باثنين، في اللف المتداخل ألف بعدد الأخطاب. طوالي بجي بشيل الستة مع الستة انتهت، بتبقى بتساوي لنا 400 فولت. دي نموذج لمسألة ممكن تجينا في الكهرباء بالشكل اللي موجود قدامنا ده. تعالوا نشوف نموذج آخر قعد ممكن يكون يتكرر لنا كثير في الشهادة، اللي هو مثال. قمت قلت لك ايضا مولد تيار مستمر ينتج قاف دال، كاف مثلا كانت 400 فولت، مقاومته الداخلية 5/10 أوم. إذا كان يغذي حمل مقاومته كانت 19.5 أوم. جد ألف تيار عضو الإنتاج، ب الفولتية بين طرفي الحمل، جيم غدرة الحمل، دال أو دال الكفاءة. قام كتب لي مسألة زي وقام قال يحلوا لي المسألة دي. هنا أنا بجي بقول لك يا طالب يا أخي إنه تعال اقرأ المسألة براحة. إذا قمنا قال مولد تيار مستمر ينتج غاف دال كاف، دي طوالي في المسألة اللي فاتت معناتها غاف دال كاف دي مقدارية. قال مقاومته الداخلية 5/10 أوم، معناتها ميم دال اللي هي 5/10. قال إذا كان يغذي حمل مقاومته معناتها اداني ميم حق ب 19.5. قال داير تيار عضو الانتاج، بقول له جدا ما انا عارف انه تا بتساوي لي على مد زائدا مح. دي مصطلحاتنا اللي بنقولها نحن، الكلمه بتاعت مد معناتها ميم دال، والكلمه بتاعت مح معناتها ميم ح. تعال عوض، قوم قول له بتساوي يا الداخليه ب 400 على ميم دال اللي هي ب 5/10 زائد 19.5 بتبقى بتساوي لك 400 على 20، بتبقى بتساوي لنا 20 امبير. اذا تيار عضو الانتاج المقدار بتاعه 20 امبير. ب قال دايره الفولتيه بين طرفي الحمل، انا عارف انه ف بتساوي لي ناقص ت مضروبه في مد بعوض. قال طيب يلا قدرة الحمل انا عارف بيساوي التيار مضروب في فرق الجهد، الكفاءة انا عارف ما دام مولد طوالي تبقى عندي الكفاءة بتساوي لي ف على ي مضروب في 100، فجبت هنا ويا الداخلية محطة اقسم ف على ي بتديك الكفاءة. دي نماذج بتاعت امتحانات بتقوم تجينا، ونسأل الله التوفيق للجميع وربنا يوفقكم، وعام أو امتحانات موفقة بإذن الله.